السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي متابعي صفحتنا صفحة أفتا وأسبرجر. هذه خاطرة بعنوان نصائح عامة حول الطعام عند طفل التوحد أو طيف التوحد بصورة عامة. الخاطرة هذه يعني فيها معلومات عامة يستفيد منها الناس بصورة عامة عن كيفية التعامل مع الطعام بصورة عامة، يعني سوف لن نأخذ يعني جانب معين، إنما سنتكلم ما يخطر ببالنا عن الطعام بالنسبة لطفل التوحد. حقيقة موضوع الطعام جدا موضوع معقد ومهم جدا، لأنه إحنا بالنسبة إن كل سلوكياتنا وكل أعمالنا وكل أنشطتنا لها علاقة بما نأكل، والطعام الصحي هو أصلا أساسي في بالحياة العامة بالنسبة للأطفال بصورة خاصة، وطبعا الناس بصورة عامة كلهم مهتمين، لازم يكونوا مهتمين بطعامهم. هواية أمور غير معروفة تماما لحد الآن وغير ثابتة في قضية تأثيرها على طفل التوحد بصورة عامة. يعني سنذكر الأهالي بمجموعة من الأفكار التي لها علاقة بطعام طفل التوحد. طبعا طفل التوحد عنده نقاط يجب أن نتذكرها كليتنا، أنه دائما عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، فبالتالي هناك احتمال ترابط بين مشاكل الجهاز الهضمي وبين سلوك الطفل التوحدي، وأيضا زيادة الاحتقانات في الدماغ، وهذه قضية مطروقة ومكررة سابقا ومكتوبة في كثير من المواقع اللي تخص طيف التوحد ومشاكل الحمية واستخدام الحمية من الجلوتين والكاسعين ومنتجات الألبان والمنتجات التي لها علاقة بالحنطة ومشتقاتها. هذه أول موضوع دائما يطرح في قضية الطعام. المشكلة الثانية اللي تطرح في الطعام هي منافع الأوميجا 3 ومضار الأوميجا 6 ومنافع الأوميجا 9، يعني مركبات الأحماض الدهنية الثلاثية هاي اللي يحتاجها الدماغ وفي التوصيلات العصبية. أيضا الموضوع موجود في كثير من البروتوكولات وما نعرف إيش قد حجمه ومهم له لا، لكن بصورة عامة هناك بعض الإجماع على بعض الأبجديات في هذه الأمور، منفعة الأوميجا 3 ومنفعة الأوميجا 9 واستخدامهم في حماية الجهاز العصبي المركزي وتحسين توصيلاته. النقطة الثالثة اللي مطروقة في مشاكل التغذية هي مسألة الانتقائية ونحوسية الطعام عند طفل التوحد وإزالته في الغالب إلى كثير من المجاميع المهمة للتغذية، مثلا عدم قدرته تناول الفواكه أو الخضار أو البقاء على نوع واحد من الطعام أو نوعين أو محدودية الطعام. هذه أيضا مشكلة أخرى تزيد الطين بلة وتعقد مشاكل طفل التوحد بسبب عدم وجود يعني طعام منظم ومتجانس عند طفل التوحد. إذا صارت عندنا هاي المشكلة الثالثة، يعني نعيدهن، المشكلة الأولى كانت مشاكل الجهاز الهضمي، والثانية هي منافع الأوميجا 3 والأوميجا 9، والثالثة هي انتقائية الطعام ومشاكل الطعام عند طفل التوحد بسبب انحسار نوعية الطعام في مجموعة صغيرة، وبالتالي احتمالية أن يكون لديه نقص في بعض الفيتامينات أو المواد الغذائية المهمة لنمو جهازه العصبي تكون راجحة وكبيرة. مشاكل أخرى ممكن نضعها في قضية قلة الطعام أو عدم تذكر الطعام أو الأوفر إيتينج، يعني اللي هو الأكل نسميه السريع اللي بدون يعني بدون مضغ والبلع، ومشاكل حسية كثيرة تخص الطعام ممكن أنه تفرض نفسها على شكل سمنة كبيرة بسبب أما البلع أو عدم المضغ أو عدم استخدام السيطرة على الذات عند الطفل، واستخدام المعزز الغرائزي بصورة أوتوماتيكية، يعني يأكل كل ما يرى وبالتالي دون مضغ ربما، وما يحصل بعد ذلك من قضية السمنة، والعكس صحيح، يعني عدم تذكره للطعام
عدم اهتمامه بالطعام وبالتالي فقدانه للوزن إلا بالمتابعة، وربما يحصل ذلك مشكلة خاصة في المعاهد. المعاهد ربما تنسى أنه بعض الأطفال ما يطلبون الطعام، وممكن يمضي عليهم 8 ساعات والتسعة دون أنه يذكروا أو يحاولوا أن يجدوا فد طريق للوصول للطعام في المعاهد. فهذه مشكلة كبيرة في المعاهد يجب الانتباه لها، ويجب أيضا على الأهالي. الطعام اللي هي تكون مهمة. مشاكل منوعة في يعني لو أخذناها راح تطول. النقطة الأخرى اللي أضيفها في مشكلة الطعام ومشاكل الطعام في طفل التوحد هي المشكلة المواد الغذائية المصنعة وتأثيرها على الطفل التوحدي، يعني المواد الحافظة المصابة في المضافة للأطعمة المصنعة، وأيضا الهرمونات التي تستخدم من أجل إنضاج اللحوم والدجاج في اللي مصنع يعني تحت الثروة الحيوانية المصنعة مش الطبيعي، وأيضا ما موجود في المبيدات في بعض المنتجات الزراعية غير العضوية، والمشاكل الصحية العامة اللي هي تكون مؤثرة أكثر عند طفل التوحد أكثر من غيرها. طبعا خصوصية طفل التوحد احنا كنا نذكر انه التوحد هو في الغالب له مصدر سبب جيني، وغالبا يتفاعل مع مشكلة بيئية او يعني رحمية، بمعنى انه الجينات التي لها علاقة بالتوحد تكون غير فعالة عند طفل وتتفعل عن طفل آخر. يعني في الرحم وأخذ نفس الكروموسومات 100%، فالمفروض لو كان أن التوحد 100% جيني فالمفروض هذا الطفل اللي طلع فيه توحد الثاني 100% يصير بي، لكن الحقيقة ليست هكذا، إنما قد تصل 70% يصير فيه، وقد يكون بدرجات مختلفة، واحد شديد واحد خفيف جرهم. فبالتالي إذا هي ليست 100% جينية، إنما هناك أما في الرحم بسبب قلة التروية الدموية أو بسبب أنه واحد يكون محصور في طريقة معينة ما ماخذ راحته والثاني مرتاح أو مشيمته أكبر بالتقسيم صارت، النتيجة أنه الظروف اللي عاشها الطفل في الرحم أو اللي طلع بيها في السنة الأولى أو السنتين الأولى وطريقة تفاعله مع البيئة مرة تحفزت هذه الجينات ومرة ما تحفزت أو مرة تحفزت، فصار عندنا هناك تشكل لصورة توحدية مختلفة بين أخوين متشابهين بكل شيء من الناحية الجينية. وذلك العلماء لا يجزمون بأن التوحد 100% جيني، لكن يجزمون على أن التوحد له أساس جيني 100%. أما درجة التفاعل بين الجين أو ما يسمى بالإبيجينيتكس اللي هي بين الجين والبيئة، فهذه قضية يعني فيها كثير من الدراسات وغير واضحة، لكن يبحثون العلماء على تشابه
وفوقها ايضا تحسسات منوعه. اسوي تحليل اني اسمه كالبروتكتين بالخروج، معروف الاطباء يعرفوه. كالبروتكتين هو يعطيك هذا بروتين خاص يطلع بما يكون من كل الامعاء محتقنه وملتهبه، يعني بيها نوع من الاثر من الحمار من الجرح الخفيف. فاذا الكالبروتكتين عندي عالي هذا يدعم فكره انه الحميه ممكن ان تنجح. واذا الطفل عنده تحسس منوع، وصار عندنا اذا نقطتين. والنقطه الثالثه اللي تدعم اذا كان الطفل عنده مشاكل في الامعاء، يعني اوجاع في البطن، امساك، اسهال، نوبات من المغص، خروجه مخربط دائما غير نظامي، يجي يطلع الاكل غير مهضوم، هاي الامور اللي شويه تعزز وجود مشكله في الامعاء، مثلا قله في النمو، يعني وزنه قليل ما دا ياكل بس ما دا ينمو، يعني امتصاصه مو زين. فعندي مؤشرات منوعه تقول انه الامعاء مالتي ما عجبتني، فاني التحليل يؤكد وجود تحسسات. الكالبروتكتين بالخروج موجود بدرجه اكثر من الطبيعي. انا بهالحاله طبعا اسوي الحميه. الحميه حتى اسويها ابدا بالمهم، يعني ماكو داعي اني من اشوف عندي حساسيه من واضحه من الالبان واقل بالجلوتين، يعني مركبات الحنطه. اول شيء اشيل الالبان، لان هذا الطفل مالتي انا ما اقدر فجاه اقطع عنه كل شيء، وحتى لا انحصر بزاويه. فاول شيء اشيل من الالبان باعتبار هي اكثر شيء متحسس لها، وبقي على الجلوتين. فشهر شهرين طبعا ثلاثه، اذا شفت ابني يتحسن تحسن واضح خلاص معناها نجحت الفكره. انا مشكلتي بالالبان اكثر. ما استفاد كثير، ابدا اقطع الحنطه والشعير ومشتقاتها مع طبعا ايجاد البدائل، يعني الرز وربعه. فهذا طبعا المفروض طبيب تغذيه يساعد. فاذا شفت اني بقي منع من منتجات الحنطه والشعير، يعني ايضا ورا شهرين او ثلاثه تحسن، فخلاص معناه انا مضطر اقطع هذين. يراد لي طبيب تغذيه ينظم لي حاجاته الطفل بحيث ما يصير عنده نقص فيتامينات، ولا يصير عنده ضعف في البنيه العامه، ولا تصير عنده مشاكل صحيه عامه. هذه اذا اني بالنسبه لي ما حسيت بفائده خلاص معناها لازم ارجع طبيعي، لان ما استفاديت اني بعد 6 اشهر ما حسيت فرق واضح في ابني من ناحيه استقراره، من حيث سلوكه، جباهه، تعلمه، نطقه، يعني هذني الامور اللي احنا نعرفن. فاذا ابني اني ما تحسن ايش اسوي؟ اني ما ارجع له قبل اثنينهن، مثلا ابدي ارجع له الالبان اللي هي كانت اصعب. فمن ارجع الالبان ربما انا ما منتبه راسا يصير سيء وضعه، هذا يسمونه الالومينيشن افكت، يعني من تشيل انت شيء انت ما تحس بتحسن عليه، بس من تراجعه تشوف راسا صار مو زين الخربط. اذا انت معناها ما كنت مقدر انه الطفل مالتك انه تحسن، فبالتالي ترجع تقطعه. فلا والله اذا رجعت له وانت ما نفس الشيء ما صار عنده تراجع، معناها فشلت فكرة الحمية والالتزام بها غير نافع. لكن هذه فكرة عامة عن كيفية إدارة موضوع الحمية بالنسبة لي شخصيا. وطبعا المعلومات اللي داد أجمعها من كافة المراكز البحثية، وقضية يعني عدم وضوح الرؤية والتخبط اللي موجود، لكن هناك مؤشرات، هناك نسبة قد تصل 10 إلى 20% يستفيدون بدرجات مختلفة من موضوع الحمية. فإذا أنا بالنسبة لي يجب أن أقدر كل شيء بقدري، يعني ما يصير أني طفل ضعيف وأمه عندها 5 أطفال 6 وياه ووضعها الاقتصادي مخربط، يعني أقول له أسوي حمية وأربكها، يعني لازم أحسبها، يعني أطباء يعني لازم يحسبون الوضع العام للطفل، يعني المفسدة والمنفعة، الطفل يعني ايش قد راح يستفاد وايش قد راح يخسر وايش قد العائله راح ترتبك. فطبعا ما هو ضروري واحد يسويه، لكن اذا عليه شبهه
وما متأكدين يعني طبعا شوية أجلة لحين ما جعلتنا فرصة أو إذا اضطرينا. بصورة عامة الطفل ما يكون إذا تنستخدم يا برامج تدريب واضحة والأدوية الداعمة وده يستجيب عندنا بقوة. فأني بالنسبة لي يعني الحمية أخليها آخر شيء إلا إذا الطفل يعني ما استجاب عندي بالتدريب، يعني عانت عندي وعندي أدلة تقول أن الطفل عنده مشاكل في الأمعاء وعنده تحسسات. بهالحالة أنا أجرب، لأنه قد تكون التحسس هذا الغذائي له أثر وضرر وجعل هذا الطفل أكثر تشتتا وأصعب قدرة على التعلم. فإذا المسألة توازنها هاي الأمور. أرجو أن أكون وضحت لكم هذه القصة فيما يخص القرار بالحمية. النقطة الثانية المهمة اللي موجودة بالنمتشك، هذا طبعا حقيقة نمتشك هو برنامج جديد 18، وهناك دعاية على منفعته أنه هو يتكلم بموضوع مو جديد، معروف أنه حساسية الأمعاء ومشاكلها، ولكن ما نريد ندخل في هذا البرنامج هل هو حقيقي مبالغ. اللي يهمنا فيه أكو حقائق صحيحة لازم نهتم بها. منافع الأوميغا 3 اللي هو دهن السمك أو الحوامض أو الفاتي أسيد اللي هي الحوامض الدهنية الموجودة في السمك، الأوميغا 3 نافع جدا للدماغ ولوظائف الدماغ وضروري، والمفروض هو أيضا موجود في كثير من الأدوية. لكن طبعا الطفل اللي يحب السمك وخاصة السمك الطبيعي، السمك البحري، السمك اللي مو من هذا المغذى صناعيا، يعني طبعا هذه مهمة، قدر ما نستطيع أن نعطي أولادنا أطعمة طبيعية، هذه إن شاء الله نرجع عليها إذا الوقت أسعفنا. فأنا شو أسوي بهالحالة؟ إذا أنا لازم ابني يأكل سمك، إذا ما يأكل سمك أو منتجات بحرية بصورة عامة، أنا بالنسبة لي أعطي ابني أوميغا 3. طبعا بالنسبة للجرعة أكو اختلاف، هناك من يحاول أن يعطيه بجرعة عالية، بس أنا بالنسبة لي الأطفال أعطيهم 500 ملي جرام باليوم. 500 ملي جرام باليوم كافية يعني بالنسبة للطفل وقوية جدا ونافعة. طبعا إذا يكبر الطفل وحجمه يكبر ممكن تعطي 1000 ملي جرام. الحوامض الأمية الأوميغا 3 في بعضها طبعا متوفر في الطعام وفي الجسم يستطيع أن يصنعه، وهناك بعضها الجسم ما يستطيع أن يصنعه إلا يأخذ من الخارج اللي يسمى بالDHA، ودائما هذا مهم أنه يؤخذ من الخارج لأن الجسم غير قادر في تصنيعه. ولذلك وجود وجبة السمك ضرورية بالنسبة للطفل، طبعا يرشح أن تكون مرتين في الأسبوع. وإذا افتقدنا لوجبة السمك هاي طبعا احنا دائما نأمن ممكن نعطيه على شكل أما دواء بوحدة أو مخلوط مع بقية الأدوية اللي هي مثلا سبيك سموث أيضا بأوميغا 3، هواية موجود الأوميغا 3 يجيب وحدة ولا يجيب بعض الأشياء المكملة معه. النقطة الثانية هناك يعني أيضا إجماع على ضرر الأوميغا 6 واللي هو موجود في الدهون النباتية وقطعها. وأنا أشجع البيوت كلها اللي عندها طفل توحد أنه تطبخ بزيت الزيتون، تطبخ بزيت الزيتون. طبعا الزيت الزيتون يعني المفروض أنه نشتري مثل ما نقول بلدي، لأنه المصنع ما نعرف درجة النقاوة مالته. ومع هذا يعني إذا طفلنا مثلا يعني شدة التوحد عالية، إحنا أكلنا مو كل صحي، لا بأس من أن نعطي الأوميغا 9 حتى يحاول أنه يعني يمنع ضرر الأوميغا 6 على الجسم. هذه لا بأس بها، المعلومات مهمة. إذا زيت الزيتون طبعا يقال عليه في نيوتشك، يقول أنا أريد بكر، يعني معناه أنه من أول عصرة، إحنا نسميه من أول عصرة نافع. وبالنسبة للأوميغا 3 نبقي، ولازم نشيل من بيوت ومن الطبخ مالتنا الزيوت النباتية المضرة اللي هي زيت عباد الشمس، زيت فول الصويا، لأن يعني بها أوميغا 6، ويقال أن الأوميغا 6 مضر كثيرا للدماغ. هذه أيضا معلومة أعتقد مهم أن تعرفوها، طبعا مرتبطة ويا
امراض الامعاء ايضا، وقضيه اخذ البروبايوتيك. النقطه الاخرى في الطعام قضيه البروبايوتيك. البروبايوتيك اكو اختلاف، هناك من يقول انه ناخذ البروبايوتيك، وهناك من ياخذ في النمشك يقول ناخذ اللي يسموه بريبايوتيك، يعني يقول ناخذ ماده نعطيها يعني تاخذها معظم البكتيريا النافعه فقط اللي هو يقول عليه الانيولين. انا والله يعني لحد الان لست متاكدا من نفع هذه القصه، ولكني اتابع مع المستخدمين ونحاول ان نجرب مع بعض الاخوه الانيولين، لكن هو متعب والله بعض الاحيان الامعاء. ففي النمشك يقول نعطي انيولين بدرجات قليله قليله اللي هو عباره عن يسموه بريبايوتيك. بريبايوتيك يعني شيء يساعد البكتيريا، ف يعطوه بدل البكتيريا نفسها النافعه. انا بالنسبه لي لا، استخدم البكتيريا النافعه الان بصوره تقريبا يعني ما اعطيها 3 أشهر 6 أشهر، نوبات اعطيها 3 أسابيع 6 أسابيع، يعني فتره خاصه للاطفال اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. البروبايوتيك طبعا يعدل توازن البكتيريا النافعه بالنسبه للبكتيريا الضاره بالامعاء، والمطلوب من عندنا انه نحاول انه السلام ورحمه الله. البروبايوتيك هذا ناخذه طبعا كل ما يكون تنويعه من البكتيريا اكثر يكون انفع. هناك بعض البكتيريا تكون اكثر نفعا للتوحد، يمكن نكتبها يعني اكو اسيدوفيليك بكتيريا واكو ايضا الوريم. المهم المفروض اذا في فورما خاصه، اتمنى لو احد اذا يشوف لنا في الاسواق العراقيه اذا في فورما بروبايوتيك فور اوتيزم، يعني بيها البكتيريا النافعه للاطفال اللي فيهم توحد او فيهم فرط حركه. هذه على وا نشوفها طبعا بالانترنت بالامازون اكو شيء اسمه ديلكتيت فري بروبايوتيك، وايضا هناك من انا بالنسبه لي اعطي هنا سوبرا فلور اللي هو بحوالي 4 أنواع من البروبايوتيك. انا يعني كنت اجرب بعض الانواع الاخرى نفعها كان اقل لان ما فيها تنويعه من خلطات البكتيريا النافعه للامعاء. الاخر اللي نسينا والله ما ادري نلحق نكمل وياكم لو لا، خلينا بس نتذكر المعلومه. تكلمنا طبعا على البروبايوتيك وتكلمنا عن الاوميجا 3. موضوع الاخر المهم قضيه البيكي ايت او الانتقائيه الطعاميه. الانتقائيه الطعاميه معقده جدا ومزعجه جدا، وتاثيرها بالاضافه على صحه الطفل فهي سلوك توحدي، وهو شيء من قله المرونه ومن الشغف ومن الريستركتيف بيهيفير السلوك المقيد، ويترك اثر كبير على العائله في حركه الطفل، ويدوخ الام في اعداد الطفل في اعداد الطعام للطفل، وغالبا مزعج جدا على الصحه للطفل ومزعج ايضا على البيئه المحيطه بالنسبه للضغط اللي يصير. فانا برايي شويه يراد قساوه بالموضوع هنا. يعني لاحظت كثير من الامهات اللي مدللات الاولاد وكذا يعطون مرونه لبقاء هذه الانتقائيه لفترات طويله. طبعا المفروض احنا نستخدم نوع من الدبلوماسية، يعني من محاولة الإغراء، يعني دائما نقول لهم مثلا طفل ما يأكل فواكه حاول أنه أنت إذا يحب الكيك حاول تخلي مثلا الجيل مال الأبل مال التفاح على الكيك بالبداية، وبعدين تسوي له قدامه عصير منه أو كذا، وحاول تغير شكل الفاكهة لشكل يشبه الطفل، ثم بعد ذلك سيتعود على الطعام. وطبعا هو التقيد ممكن يكون شكلي يعني بالشكل يعني مثلا باللون، وممكن يكون بالكونسستنسي بالمكنون يعني اذا صلب واذا لين، وممكن يكون بالوضع النفسي يعني من الكلمه نوبات الانسان يتقيد او من الخوف من التغيير وغيرها. فاحنا نحاول طبعا هذا موضوع ايضا طويل شلون احنا ندخل بالمعالجه البيكي او الانتقائيه الطعاميه، ومطلوب انه دائما يصير نوع من المهرجانات ولا هذا، وطبعا نحاول ندخل الدمى ونحاول ندخل الاخرين ونحاول نتدرج وهذه متكلمين فيها. ولكن احيانا طبعا الجماعه يعني وجود اطفال كثيرين وسوي حفله وبالحفله نجيب التنوع الطعامي وفلان اكل وفلتان اكل، يصير نوع من الغيره. يجب ان نكسر الحاجز، ومن يكسره نظل ندق عليه حتى نوسعه.
مهمة جدا، لا تخلون أولادكم لسنوات يكونون يأكلون جنس واحد من الطعام، شغلة بسيطة يعني شوية تعبوا نفسكم. وأنا طبعا إحنا دائما بيوت التوحد ما شاء الله عليها، واحد يتعارك ويا الأخ، واحد متعصب ويا الأخ، وشوية إذا طفل عيط الثاني صار عوفة ما عوفة وتخربطت الشغلة. يعني يرادلنا شوية صبر، طلعونا من هالخانة المزعجة، لأن الطعام جدا مهم لطفل التوحد، التنوع مهم جدا، فحاولوا تخرجونا من هذه المشكلة الكبيرة، مشكلة انتقائية الطعام، لأنها مزعجة جدا وتأثر على الصحة والكلام فيها يطول إن شاء الله. هذا بس تذكير. النقطة الأخيرة اللي ردت أقولها اليوم في فوائد أو الانتباه على طعام طفل التوحد، حاولوا في بيوتكم قد ما تقدرون أنه تستخدمون أطعمة طبيعية، خاصة عندكم أطفال توحد. طبعا إحنا هسه بدينا نشك بكل شيء، يعني كل شيء صناعي، كل شيء معلب، كل شيء مصنع، يعني ماكو أمان، خاصة في الدول اللي القوارب